الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا في هذا اليوم لنكون مع أرواح الشهداء وأن نقف معهم من خلال ترشين هذه الحملة لتثبيت راية يالي ثارات الحسين. وكم تكون هي اللفتة جميلة أن لا ننسى في هذه الحملة رموزنا الأبطال، وها نحن اليوم نقف على قبر والدة الشهيد، والدة المناضل، والدة القائد المحبوب لدى شعبه، هذا القائد الرمز. ها نحن نقف أمام قبر والدته لنؤكد له بأننا نتضامن معه ونتضامن في هذه البقعة الطاهرة التي تضم روح والدته. نؤكد نحن في رابطة أسر الشهداء وعوائل الشهداء بأننا لن نتخلى عن رموزنا مهما كلفنا الأمر، ولن نقبل بأي مساومة إلا مع وجود هؤلاء الرموز الأبطال. نعم، سننتظر ولن نمل ولن نكل حتى يتحقق النصر لنا بإذن الله مع وجود هؤلاء الأبطال الرموز، ونحن نمشي حسب توجيهاتكم وأنتم داخل المعتقل. فإلى الأمام إن شاء الله، والنصر قادم بإذن الله تعالى.